من هم العشرة المبشرين بالجنة؟ بشر رسول الله عليه الصلاة والسلام جماعة من أصحابه بالجنة، وكانت بشارته لهم مبنية على أفعال امتازوا بها عن غيرهم، وما وصلوا لذلك بيسير عمل أو بقليل جهد. ومع ذلك فإن الله عز وجل اصطفاهم لتلك البشارة لحكمة يعلمها وحده جل وعلا. وقد جاء ذكر هؤلاء العشرة في نص واحد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقالوا: من هو؟ فسكت. قال: فقالوا: من هو؟ فقال: هو السعيد بن زيد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، أبو بكر الصديق، اسمه ومولده هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعيد. ولد في مكة سنة 573 ميلادي بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: تذاكر رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه ميلاديهما عندي، فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام أكبر من أبي بكر رضي الله عنه بسنتين ونصف. كان أبو بكر الصديق أبيضا نحيفا خفيف العارضين، حليما حييا صادقا. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: ثلاثة من قريش أصبح قريش وجوها، وأحسنها أحلاما وأثبتها حياء، إن حدثوك لم يكذبوك، وإن حدثتهم لم يكذبوك، وأبو بكر الصديق، وأبو عبيدة بن الجراح، وعثمان بن عفان. منزلته في الإسلام: هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخليفته، كان رضي الله عنه من رؤساء قريش في الجاهلية وأشرافهم وأهل مشاورتهم، وكان محببا فيهم، فلما جاء الإسلام آثره على ما سواه ودخل فيه أحسن دخول. توفي رحمه الله ورضي عنه في جماد الآخرة سنة 13 من الهجرة ليلة الثلاثاء، وقيل يوم الاثنين، وكانت خلافته سنتين ونصف تقريبا. وقد غسلته زوجته أسماء بن عميس بوصيته إليها، دفن مع رسول الله عند رأسه، ورأسه بين كتفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثاني المبشرين بالجنة هو عمر بن الخطاب. هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رباح بن عبد الله. أمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة. أسلم سنة 6 من النبوة، وقيل سنة 5. ويروى ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هو أول من لقب بأمير المؤمنين، بلغ في الشجاعة والحزم والعدل والعبادة والعلم مبلغا عظيما. فتحت في عهده الفتوحات وانتشر الإسلام. كان مولده بمكة المكرمة قبل الهجرة بأربعين سنة. استشهد في المدينة سنة 23 للهجرة، حيث قتله أبو لؤلؤ المجوسي وهو يؤم في الناس لصلاة الفجر. ثالث المبشرين بالجنة هو عثمان بن عفان. هو أبو عبد الله وأبو ليلى عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية. لقب بذي النورين لأنه تزوج ابنتي النبي رقية ثم أم كلثوم رضي الله عنهما، ومن ألقابه كذلك المستحي والمستحيا. كان جميلا طويل اللحية حسن الوجه. ولد بمكة وكان من أوائل من أسلم، وهو ثالث الخلفاء الراشدين. كان كريما جوادا، جمع القرآن في عهده، قتل ظلما صبيحة عيد الأضحى وهو يقرأ القرآن في بيته بالمدينة سنة 35 للهجرة. وقيل استشهد يوم الجمعة في 17 من ذي الحجة سنة 35 للهجرة بالمدينة المنورة، وكان عمره حينها 78 سنة. رابع المبشرين بالجنة هو علي بن أبي طالب. هو علي بن أبي طالب بن عبد الله بن هاشم القرشي الهاشمي، وابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأول الناس إسلاما.
ولد قبل البعثة بعشرة سنين على الصحيح، تربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفارقه. زوجه النبي ابنته فاطمة، وكان اللواء بيده في أكثر المعارك. ولما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه قال له: أنت أخي. كان أحد رجال الشورى الذين نص عليهم عمر بن الخطاب، قتل في ليلة 17 من شهر رمضان من سنة 40 للهجرة. خامس المبشرين بالجنة هو الزبير بن العوام. هو الزبير بن عوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي أبو عبد الله الأسدي، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي. قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير. كان ممن شهدوا بدرا، وقال: شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالشهادة وهو حي. فقال حين كان على جبل حراء: فتحرك، اسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. مات شهيدا مغدورا به من الخوارج سنة 36 للهجرة، وكان عمره حينها 67 سنة. سادس الخلفاء الراشدين، سادس المبشرين بالجنة هو طلحة بن عبد الله. هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيمي المكي المدني. يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة، وأمه الصعبة بنت الخضر الحضرمي. كان وجهه أبيضا حسنا كثير الشعر كثير الشعر أقرب إلى القصري، رحب الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم القدمين. استشهد يوم الجمل سنة 36 هجرية وهو ابن 63 سنة. سابع المبشرين بالجنة هو سعد بن أبي وقاص. هو سعد بن أبي وقاص بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهر بن كلاب. كان سابع سبعة في إسلامه، وهو أحد الذين جعل عمر رضي الله عنه فيهم الشورى ليخلفوها بعد وفاته. وكان مجاب الدعوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو الذي يدعى فيما بعد بسيف الله المسلول. توفي رحمه الله في قصره بالعقيق على بعد 10 أميال من المدينة، وحمل إليها على رقاب الرجال ودفن بالبقيع. وكانت وفاته سنة 55 للهجرة، وكان عمره حينها 77 سنة. ثامن الخلفاء الراشدين، ثامن المبشرين بالجنة هو أبو عبيدة بن الجراح. هو أبو عبيدة عامر بن الجراح بن هلال بن أهيب بن منبه بن الحارث. أسلم مع عثمان بن مضعون، وهاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية، وشهد بدرا والمشاهد كلها، وثبت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم أحد، ونزع يومها بفمه الحلقتين اللتين دخلتا وجنتا رسول الله فوقعت ثنيتاه. كان طويلا نحيفا أجنى معروق الوجه، أثرم الثنيتين، خفيف اللحية، وكان له من الولد يزيد وعمير، فماتا ولم يبق له عقبة. قال عمر بن الخطاب: لو أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته، فإن سألني الله عز وجل لما استخلفته على أمتي محمد قلت: إني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إن لكل نبي أمينا، وأميني هو أبو عبيدة بن الجراح. ومن مناقبه أنه قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم بدر غيرة على الدين، توفي في طاعون عمواس بالأردن، وقبره فيها، وذلك سنة 18 للهجرة في خلافة عمر، وكان عمره حينها 58 سنة. تاسع المبشرين بالجنة هو عبد الرحمن بن عوف. هو أبو محمد بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهر بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. كان اسمه في الجاهلية بن عمرو، وقيل عبد الحارث، وقيل عبد الكعبة، فسماه رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن. أمه الشفاء بنت عوف،
أسلم عبد الرحمن قبل أن يدخل رسول الله عليه الصلاة والسلام دار الأرقم. هاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين، وكان ممن ثبتوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم أحد، وقد صلى الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه في غزوة تبوك. كان عبد الرحمن رضي الله عنه طويل القامة، أبيض رقيق البشرة، مشربا بحمرة، ضخم الكفين أقنى، وكان ساقط الثنيتين أعرج، حيث إنه أصيب يوم أحد. عاشر المبشرين بالجنة هو سعيد بن زيد. اسمه ونسبه وصفته ووفاته: هو أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن العزي بن رباح بن عبد الله بن رزاح بن عدي. أمه فاطمة بنت بعجة بنت بن أمية. أسلم قبل أن يدخل رسول الله عليه الصلاة والسلام دار الأرقم. كان آدم طويلا أشعر، توفي رحمه الله بالعقيق، وحمل إلى المدينة فدفن بها، وكان ذلك في سنة 50 أو 51 للهجرة، وكان عمره يوم مات 79 سنة.